نور إبراهيم مطرب سوري طبعا من محافظة السويداء، غنى وأطرب وقدم العديد من الأغاني والألبومات. الفنان هذية يرجعنا بالجديد 2013 وهو الليلة معانا في لمة على الأفام مباشرة على موجاتنا في راديو تطاوين وراديو ميدليست أفام. نور، مساء النور حبيبي. مساء الخير، كيفكم؟ الحمد لله، الله يخليك. سعادة جدا ليلة بمصافحتك. يسعد أوقاتكم ورمضان كريم مع الجميع، وكل عام وانتم بخير. الله يخليك، إن شاء الله رمضانك مبروك أنت والعائلة الكل، وصحة شربتكم طبعا، لأنه الآن بعد الإفطار نعرف أنه حتى ولو فارق التوقيت فارق ساعتين مقارنة بتونس. إيه هلأ عنا الساعة واحدة وعشرة هلأ. نعم بالضبط. نعم، عديد الأعمال اللي قدمها المطرب نور إبراهيم، نعرف أنه تجديد والتنوع، وخاصة الأغاني من اللون، غنيت الطربي، غنيت أيضا الأغاني الإيقاعية. هذا التنوع أكيد أكسبك تجربة خلال مسيرتك نور. أول شيء قبل ما نبدأ بالحكي عن المجال الفني أو الأعمال اللي أبناها، أول شيء بمسي عليكم على ذات تطوين، بمسي عليك أستاذ مجيد، شكرا، مسي على كل الكادر اللي معك بإذاعة تطوين، مسي على الجمهور، على المستمعين، على الشعب تونس الحبيب، وبعيد عليهم وبعيد على كل الأمة الإسلامية وعلى كل العرب بمناسبة شهر رمضان المبارك. الله يخليك. فبالنسبة للأغاني اللي عملناها أو التنوع، نحن طبعا أول غنية أنا سويتها اللي هي هلأ سمعتوني إياها زمن الكذابين، كتير بحبها أنا، أنتجتها بسنة 2003. ايه عندها توا 10 سنين الاغنيه هذه، 10 سنين عمر الاغنيه، وصورتها فيديو كليب بهذاك الوقت، يعني هي من كلمات والحان محمد عزيز وتوزيع نزير مواس، وصورتها كليب من اخراج المخرج محمد عبد العزيز. الحمد لله اخذت روج بوقتها كتير حلو، يعني كانت باللهجه المصريه. بعدين عملنا اغنيه ليش محملها باللهجه اللبنانيه من كلمات سامر غزال والحان وسيم الزين وتوزيع رضوان خوري. بعدين وقتها نور، وقتها ممكن ما كانش فما معناها شركات انتاج اللي ممكن كانت دعم اعمالكم، ونحن لهالوقت لهاللحظه ما عاد في ما عندنا شركه انتاج دعم لهاللحظه. يعني انا تقريبا صار عندي فيك تقول شي 8 اعمال ماني قادر اعمله بالبوم، يعني نعم، يعني بسبب انه ما بعرف ما في شركه تتبنى او تدعمك، او انه حتى على مستوى كليب بدك تصور كليب بدك تتعب كتير لمنك تجمع ثمن الكليب وتصوره وبجودة عالية وتعرضه، حتى عرضه على القنوات مكلف، يعني توزيعه. هي الأغنية هي نور، ما نعرفش إذا تشطرني الرأي وإلا لا، الأغنية من حيث التلحين، من حيث الشاعر، من حيث الاستوديو، من حيث التوزيع، ومن بعد الببليسيتي الإشهار، راهي تتكلف باهظة جدا 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 جدا، ما حدا بيرحمك صراحة، يعني أيوة ما حدا بيرحمك، معناه الفنان الفنان يعاني بالضبط، ما حدا بيرحمك، يعني كله بده، يعني انت اوكي بيقبض الفنان، بس بالنهاية كل شيء بيقبضه بده يحطه لمنه ليوصل للعالم، ساعتها ليوصل للنجومية. ليش محملها كانت ضربة حظ بالنسبة لنور إبراهيم؟ هلا في شغلة بعملها أنا، ما بعرف في كتير فنانين بيسووها وفي ما بيسووها، كتير أنا بحير الملحن وبحير الكاتب، يعني لما بيسمعني بسمع غنية وتنتين وعشرة وميت غنية لمن ينقي غنية، وطبعا بستشير، يعني ما بمولي حالي أنا، يعني بسمعها للصغير قبل الكبير. نعم. للأغنية باخد الأغنية بسمعها، بسمعها للأطفال، بسمعها لمن إلي حوالي، يعني لا للعيلة، لا 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 لزملائي بالعمل مثلا اللي بيشتغلوا بالكادر، الفنانين الموسيقيين وهيك، باخذ اكثر من رأي انا قبل ما اخذ الغنية. نعم، يعني تاخذ وقتك براوية حتى من بعد تاخذ القرار الصائب. بالضبط، يعني الغنية ما بعملها خلال اسبوع انا، لا بالعكس، تاخذ معي وقت شهر وشهرين وثلاثة واكثر اوقات. تاخذ الوقت معناه الممدد حتى من بعد تفاجئنا بغنية جديدة. طبعا، يعني انا قلت لك بعد ليش محملها، بعدين تعاونت مع الاستاذ عناد خوري، طبعا بوجه له تحيه، حيوه عناد طبعا، تحيه كبيره لي. اخذت منه اغنيه اسمها لا تظني، كلمات والحان وتوزيع علي حسون، واخذت منه اغنيه اسمها شو متمني، كمان توزيع علي حسون. الاغنيه ها ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله حنصورها فيديو كليب بالغنيه، لانه كثير حابين الناس وكثير تنطلب مني بالحفلات كثير. نعم. يعني ما في حفله اللي تنطلب شو متمني، بيطلبوها العالم بالحفلات، فان شاء الله هي حصورها فيديو كليب اذا الله راد باذن الله.
عملت أغنية كمان اسمها غدار من كلمات شاعر الجبل الرياض العلي، كمان وجهه تحية، وألحان حسان عيسى كمان وجهه تحية، والموزع علي حسون كمان الغنية الحمد لله كمان لاقت نجاح. طبعا من خلالك باش نسلم على رياض من راديو ميدل ايست اف ام من امريكا وكندا من نيويورك. رياض مرحبا بك من جديد. مساء النور مجيد، واهلا وسهلا بك، واهلا بضيفك بالفنان وضيفنا الفنان نور ابراهيم، ونوجه له تحيه خاصه. حبيبي يسعد مساكم. حبيبي بص، انا يعني احنا عندنا من مده، واحنا كل فنانين السويدة مطلعينهم معنا، يعني لانه حبيبي عندنا صداقه خاصه ومحبه خاصه للسويدة بالذات، يعني حبيبي ونحن بنحبكم برشا كمان يعيشك. بني معروف، عاشوا بني معروف. حتعيش حبيبي 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 انت حبيبي. إيش؟ الله يخليك. طبعا ضمن الأعمال الجديدة خاصة العام هذا 2013 اللي ديما تفاجئني معناها بالجديد، يا مجيد راه فما أغنية جديدة معناها وأنا نحيي فيك، والله نحيي فيك في ديما شغلة ما المبادرة. حكيت عنها، بس أغنية لا تحلم. أي لا أغنية تحلم. لا تحلم طبعا، لا تحلم صورتها فيديو كليب. أنا أغنية لا تحلم هي من كلمات عمار والسوف وألحان حسان عيسى وتوزيع محمد عيسى، كمان صورها إخراج هاني الشيباني، كمان الغنية عرضناها على الفضائيات لا تحلم. بالإضافة قلت لك كل فترة عم نعمل شيء جديد، كل شيء بشتغله حطه على عملي، لا إن شاء الله لا تضرب شيء قوي. يعني شعير بلشت صغير أطرب تبدأ الشتوي، يا خي نحن دراويش هيك خلقنا وبدنا نعيش، طير اللي ما بجن حوريش ينقي الشجرة الوطير. بخطوة بتبدا أطول درب مهما كان طويل وصعب، خلي عندك قوة قلب افتح ورق المطويل. خطوة هذا المطرب نور ابراهيم النجم السوري اللي معنا في لما على اف ام بين راديو تطاوين وراديو ميدل ايست اف ام. نرجع طبعا للمجموعه نور ورياض. مساء النور. مساء النور يا استاذ نور. مساء النور يا رياض حبيبي، انا كنت هلا بدي اسال عنك، بدي اقول له لمجيد وين راح رياض. مساء المجد ومساء الرود حبيبي. حبيبي انا بس نور، والله يعني ما شاء الله الفنانين السوريين في ملاحظه ناشطين جدا، يعني رغم كل الظروف الصعبه التي تمر بها سوريا. وما هو سر هذا النشاط؟ يعني هل انه هي طاقه يعني قاعدين يفرغوا فيها في الفن الفنانين السوريين بما انه الاوضاع اخ رياض النجاح يحتاج الى اجتهاد اكيد، فلازم الفنان بشكل دائم ما يقطع، يضل متواصل بشكل دائم برغم الظروف، بس انت فنان ملك العالم كله، فلازم تقدم للناس كلها بشكل دائم، تضلك متابع مستمعينك بشكل دائم، انه جمهورك يسمع كل فتره شيء جديد. نعم ضروري. نور كيفاش كان تعاملك مع الفنان وسيم الزين؟ وسيم من وجهة تحية، أخذت منه لحن أغنية ليش محملها ليش أي. ألحانه أي طبعا، هو من خلاله هو يحييك إسماعيل حسينو من سوريا. إسماعيل حسينو حبيبي أستاذ إسماعيل، هو مدير أعمال ناجح إسماعيل، وشركة إنتاج مهمة كمان تصوير مسلسلات وهيك، مدير ناجح اسماعيل نوجه له تحيه كمان. يسمع فيك هو، يسلم عليك، يسلم عليك برشا، ويسلم ايضا على الاستاذ عناد الشيخاني. واو استاذ عناد كمان نوجه له الف تحيه كمان استاذ عناد. شكرا الله يخليك حبيبي. شكرا لك. طيب الفنان نور، فين ترى نفسك حاليا في الساحه يعني الفنيه؟ رياض حبيبي، اول شيء محي كمان منحيي من طريق عن طريقكم الجاليه العربيه بامريكا كمان. الله يحييك كمان حبيبي. الله يحييك. الله يحييك. مستمعين من الاس. لسه انا بعتبر حالي بعدني بدايه الطريق، مع العلم اني صلي انا بغني 14 سنه، بس بعتبر حالي بعدني بدايه الطريق. انت يعني تعتقد انك في انتظار الاغنيه جاك بات؟ لانه كل فنان او يعني اسهل طريقه للانتشار والشهره هي الاغنيه بالضبط. التي تضرب صح؟ اغنيه بالضبط بالضبط، صار الفنان اغنيه هالايام هذا صح مزبوط، أغنية تتصور كليب وتضرب، هاي عم تعمل اسم هالايام مظبوط اكيد.
طيب يعني تعاملاتك يعني الفنية، يعني ما جربت تنوع في التعامل مثلا مع ملحنين عراقيين أو مثلا من المغرب العربي أو من مصر، حتى طبعا توفر لنفسك أكبر الحظوظ يعني؟ هلا انا بالنسبه للاغنيه المصريه اتلحنت مع عفوا تواصلت مع الملحن محمد عزيز. الاستاذ محمد عزيز كان عايش بمصر ودارس بمصر، فاخذت منه اغنيه زمن الكذابين باللهجه المصريه، والحمد لله كانت ناجحه. يعني كان عايش بمصر، يعني تعتبر نصه مصري. يعني رجعت اخذت من شباب بسوريا اغاني باللهجه السوريه واللبنانيه، بس بمصر ما اخذت من ملحنين مصريين. بتمنى ان شاء الله اتعاون بالايام القادمه مع ملحنين من مصر وشعراء وموزعين، ونفس الشيء من المغرب العربي ان شاء مرحبا. الله كمان مرحبا اجا لتونس، واكيد بتشرف زور تونس فهم. انا بتشرف زوره وزور تونس والمغرب العربي كله، وتعاون مع ملحنين وشعراء وموزعين وموسيقيين، وكمان كمان بتمنى كمان ان شاء الله نعمل اغنيه باللهجه الخليجيه، اغنيه باللهجه العراقيه، يعني تنويع بشكل عام. يعني مش كان تحب اللهجة الأردنية، موجود عندنا ملحن يسمع فيك، يسلم عليك. سلام لضيفكم الفنان نور، نتمنى له كل النجاح. هذا الملحن فريز فراج من أمريكا، شكرا يا فريز. من مسي عليه وقال له لفريز أنا بحييه كمان، أنا موجود بعمان هلا، وتحية من حيي للأستاذ فريز كمان. شكرا. من هو من قلب الأردن. الله يخليك. فما أيضا صعوبات ممكن البكري شوية تحدثنا عليها بخصوص شركة الإنتاج، الموضوع هذا اللي تحب له برشا وقت حتى نحكي فيه، الذائقة هذه، وتحس أنه أكبر ممكن شركات الإنتاج تعاني في الوطن العربي حاليا، نظرا للأوضاع ونظرا أيضا للقلة ممكن حتى الأعمال اللي تتوزع عربيا وتنجح مش كما قبل بالضبط. إدارة الأعمال أيضا موضوع ثاني، تحدث من شوية حياة إسماعيل اللي هو مدير أعمال ناجح جدا. إسماعيل، هل أنه إدارة الأعمال وقت اللي تكون موافقة معناها ينجح معاه الفنان، وإلا الاعتماد الأساس على الفنان مش على إدارة الأعمال؟ نور، هلا إدارة الأعمال إلى دور طبعا، ما فينا ننكر إدارة الأعمال هي التنسيق للفنان، تريح الفنان بمواعيده بحفلاته، يعني بتعطيه راحة نفسية للفنان انه يتفرغ للشيء، انه يتفرغ لاختيار اغاني بينما مدير الاعمال لترويج الفنان، مساعدته بحفلاته، توقيع عقود سفره، الفرقة الموسيقية، بيريح الفنان نفسيا. وطبعا طيب مهم أنا... جدا. تفضل. أنا ابن ما أخ طبعا نور، أنا عندي رأي ثالث ممكن نضيفه في حوارنا هذا، أنه الأغنية الفنانين اللي يعتمدوا على الأغنية المثيرة، يعني الإثارة في الأغنية، نعطيك مثلا اللي بتأثر تنورة اللي ضربت، ولا حاشيك بحبك يا حمار، ولا يعني ولت الأغاني طبعا ولو يعني الفنانين أصبحوا يعني يلوجوا على يبحثون عن الأغنية المثيرة اللي فيها إثارة، فتعمل انتشار مجاني للفنان. أكيد أنه صح يعني، يعني مش كل مدير أعمال، اللي فين الأعمال عشان يكون مدير عشان يعني يدير هذه الأعمال. أنا نرى أنه اللي صاير في الوطن العربي أنه في السوق الفنية، أنه فنان عشان ينتشر ويضرب، شوف مثلا شوف الواوا، خذ الواوا هيفا وهب انتشرت بها هيفا حالي خاصة، هيفا بخليها على جنب، هيفا حالي خاصة مش عارف بص حبك كتير لهيفا انا اكيد. فهو اللي صاير حاليا، والله اللي صاير حاليا، انه اي فنان يجيب اغنية فيها كلمات مش عارف من وين يكون مش فاهم يعني وينجح بها. الناس بتحب الحاجات الغريبة هذه، صح ولا؟ ايه هلا مثلا بعض الاغاني انت بتحكي عنها مزبوط، انا بايدك، بس انه عم تاخد انتشار، اول شيء ميديا عم تاخد انتشار بالتلفزيون، عم تتصور كليب اعلاميا، ودائما بشكل عام الناس اذواق، في ناس بتحب تسمع هيك، في ناس بتحب تسمع طرب، في ناس بتحب تسمع لبناني، في ناس بتحب تسمع خليجي عراقي مصري، كل فئه الى او كل جيل له رونق معين. يعني مثلا ما بتجي شاب عمره 17 سنه مثلا لابس بنطلون جينز وهاتي تسمعه لعبد الوهاب، ما راح
يتقبل الموضوع. مظبوط صح، ولانه الشباب ايضا، ما الشباب التلفزيون يعني ما عادش طريق النجاح والانتشار، الانترنت هي والسمارت فونز هم طبعا هم اهم طريق وسيله النجاح. صارت، طبعا اهم وسيله صارت الانترنت. اكيد اضافه الشيء انه صار عندنا، يعني انت بتحكي مثلا على محطات تلفزيونيه غنائيه، صار عندنا 1000 محطه واذاعات، ما عاد تلحق تحط على اذاعه معينه، يعني ما شاء الله صار كثير، او تلفزيون كثير. ايه ما عاد صار اسمه تلفزيون، صار اسمه نرفزيون، يعني تحلو تتنرفز من كثره ال لكن في الاخير، في الاخير ما يصح الا الصحيح وما يبقى الا الجيد، رغم انه هذه بعض الفرقعات، بعض الاغاني اللي تنجح لفتره معينه ولو على الاكثر معناها سنه. اي بالضبط بالضبط، السنه بتنتهي، وهذا الشيء عم نلاحظه نحن. في اغاني ما بتموت، في اغنيه بتغنيها عمرها 10 سنين والعالم بعدها بتحبها، و20 سنه و30 سنه، وعرف من اغاني عبد الحليم مثلا. اي انت ذكرت عبد الحليم، واحنا كنا فما طلب لي انه من شخص معين يحب يسمع ام كلثوم الليله بصوتك لايف. حاضر حاضر حاضر. هلا فورا. اي يا ريت. ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكاس لنا، ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكاس لنا، هل رقى الحب سكرا سكرا مثلنا، هل رقى الحب سكرا سكرا كم بنينا من خيال قولنا، ومشينا في طريق مقمر، تجد الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا، وعدونا فسبقنا ظلانا. لا مقام السيكا طبعا هو مقام السلطنة والطرب، ولكن احنا قلنا لك ام كلثوم عبد الحليم، لكن انت غنيت ام كلثوم، معليش يعني استاذ مجيد قال لي ام كلثوم. ام كلثوم تو مجيد تنقز عبد الحليم ام كلثوم، كيف كيف طرب في رمضان، في شهر رمضان، يعني بعد الصيام وبعد مائدة الأفطار وبعد وناس تمشي التراويح وكذا وكذا، وفي آخر الليل يعني ناس كتير بتحب تسمع أم كلثوم في المقاهي ولا في البيوت، فالطرب هذا يعني في شهر رمضان عنده كذلك يعني جو مميز خصوصية. في أي في صح. طيب نور، تفضل. يعني ما عندكش فكرة، ما عندكش يعني أي برنامج باش تعمل زيارة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية لحفلات ومع الجالية، ولا تور مع الجالية؟ والله بالوقت الحالي لا، ما في، مع أنه الجالية السورية وخصوصا الجالية يعني من منطقة السويد موجودين بصفة مهولة يعني. لما بيقدموا لي دعوة أنا جاهز بتشرف سيدي. نحن أوفيشلي من ميدل الراديو ميدل استفهام قدم لك دعوة إن شاء الله. بتشرف، أنا جاهز، بتشرف فيكم. الله يخليك. فما برشا نور اللي حيوك، هذايا غياث أبو حمراء، تحياتي لكل العاملين بالبرنامج، وتحية لحبيبنا الفنان نور، الله يوفقه، وبتمنى منه إطلاعنا على آخر أخباره وأحدث أعماله. شكرا يا غياث. شكرا. مرحبا، تحية لغياث حبيبنا، ابن خالي غياث على فكرة. والله لا في بالي أصلا. من وجهة تحية. الله يخليه. صابرينا أيضا من النمسا، تحياتنا ليك، بونسوار راديو تطاوين وميداليست اف ام، شكرا ليك. كذلك زاد هاني ريميكس من الألجيري يسمع فينا، هو والمدام مازال عريس جديد، معناها ما عندوش فترة، إن شاء الله ألف مبروك، يحييكم الكل، قالكم صحة فطوركم لليكيب الكل زاد الخاص بالإذاعتين، شكرا ليك هاني، شكرا، تحية ليك. الليلة إن شاء الله طبعا يستمتعوا مع نور إبراهيم.